العسكري، شوف هذه الحالة التحكيمية واش فيها خطأ أم لا. شوفوا، وهذا الخطأ أعلن لي الحكم. تفضل سيخونات. أكيد الخطأ مع الإنذار. سي ملفتوح، أنا تنشوف كاين الخطأ بدون إنذار. أنا غادي نلعبوا الكرة، أنا كمهاجم طامع في الكرة، جايب واحد القوة مندفع في اتجاه الكرة. في الوقت تنشوفوا اللاعب شنو دار، في الوقت اللي قرب الحارس، الحارس بيقبض الكرة، راه داك الدفعة ديال اليد راه بغى ايفيتي لو كونتاكت، بغى انه يدفع ما يخليش الكونتاكت بانه يوقع او باش يدفع عليه المهاجم. ولكن شيء طبيعي ايفيتي لو كونتاكت الا كنت فاصف اسمع. الا كنت فاصف انت تشوفها اعطيها لي بالعمل بالطريقه العاديه. ففي الوقت تشوف ان لو غارديا قبض الكره وخارج، حيت باش نكونوا واقعيين. هذا شفناها في هذه الحاله وشفناها مع المياغري. شوف غاش، خليها عادي، خليها عادي مع الكوكو. شنو هنايا في الوقت راه ما كانش عنده الامكانيه ديال انه يوقف. كانت ذاك، انا بالنسبه لي والتقدير ديالي تنشوف بان ذاك اليد اللي كانت انه باش ايفيتي، باش انه ما يوقعش لو كونتاكت بينه وبين. اذا كتشوف انا ما كاينش، تنشوف انا تنشوف الخطا كاين، ولكن قد تنشوف بان العقوبه الانضباطيه ما هنا كنشوفوا الاعاده مره اخرى. سي خونات كيقول ان هنا ما كانش كاين تهور لاعب ديال الوداد باليد، مشى باليد ديال ديرو كيقول لا. هنا كنشوفوا انا اين لا، دابا حتى الديربي غتختلفوا فيه حتى نتوما كيبان لي. لا كان امكان تفادي المهم. نعم لا، حيت باش نكون واقعيين، لان الديربي عنده الحساسيات ديالو بجميع اعتبارات. لا الحكم اللي غيقود المقابله، لا الطريقه كيفاش غيقود المقابله، راه وماشي باش نوضعها بصيغه اخرى. ماشي يقول لك الديربي لا علاش مباريات الاخرين ما عندهمش قيمه. لا راه بحال ملي كتشد حكم وكتعطيه مقابله، لا ما عندنا حتى شي حساسيه في الموضوع. دابا باش احنا ما كندويوش على هنا، كندويو عامه في المجال ديال التحكيم في المباريات الكبيره. حكمنا تعطيه نهائي ديال الكاس ولا نهائي عصبه الابطال ولا نهائي، هذا ماشي بحال ماتش عادي، راه كاين ما هو نفسي، كاين استعداد. تكلمنا على هذا الشيء اكثر من مقابله. مشيو للدقيقه 23، خطا لصالح الوداد. يقول الحكم، شوفوا هذه الحاله التحكيميه، هذه الحاله اللي كان فيها الخطا وما كان هو الخطا، من هنا كان الهدف. تفضل سي خونات. بالفعل كاين خطا باهمال ديال اللاعب ديال بالمعلم، كان اهمال كيستوجب ضربه خطا لصالح فريق الوداد. بالمعلم ما كان احتج على الحكم. تفضل سي ملي كنقولوا الاهمال يعني بالدارجه اللاعب كيتشمت، تيكون ماشي لانتونسيون، لا في با لانتونسيون دو كوميتر لا فوت، ولكن كيوقع هذا هو اللي تيجعل ان ما عندوش كاع النيه انه يرتاح، ما عندوش باغي يمشي يلعب كره، لكن غير داك ديفياسيون. دونك ما كتجوني خطا، ما كتمشيش للانذار. فوالا ذاك البلاصه اللي مشى لها هو راه كانت فيها الكره، راه في ساعه فاش رمى رجلو راه تيشوف الكره ماشيه لتما، ولكن الاخر زيد الكره ولا ترجع. خلي رده الفعل ديال ذاك اللاعب انه كيبغي يبين انه وغير هو الاغلبيه، وهو الاغلبيه ديال اللاعبين. وربما غادي تجي لي راه اللاعب اللي تيقول لك ما درتش شيء كل مأكد راه دار. نعم، إذا الخطأ كتفق أن كاين خطأ. دقة 47، هناك ضربة جزاء للرجاء في حالة لاعب ياجور. تفضل سي بلفتوح. ما نطولوا شيء، نشوفوها من الاتجاه الآخر. هنا نشوفوها صافي هنايا، يعني هنالك عملية مسك ولا عملية المسك؟ لأن عملية المسك باش نقولوا نكونوا واقعيين فيما يخص النص القانوني ديالها، تقوم على منع اللاعب الخاص من التقدم او اخذ موقع، سواء عن طريق اليدين، عن طريق الذراعين، او عن طريق الجسم. فالخطا موجود في هذه الحاله. باش يشوفها الحكم صعيب، شوفوا الاعاده. وما غنقول صعيب، غنقول المستحيل. غادي نشوفوها ماشي من هذه الزاويه، غنشوفوا الزاويه، غنشوفوا التركيز، غنشوفوا الحكم. هنا وقفوا هنا فوالا مروان، وقفوا في النقطه اللي طلب سي مفتوح. غنشوفوا الموقع ديال الحكم. شي يشوف هو، تيشوف في يد ديال ياجور، تيشوف اليد ديال اللاعب ديال الوداد. واش هو عارف هذه اليد قابطه ولا ما قابطاش؟ الحكم مساعد عنده شي دور هنا؟ الا كانت انه بانت له في الرؤيه ديالو او في الزاويه اللي هو موجود، ما عندناش هنايا الزاويه اللي كاينه. نشوفوا اللارج، نشوفوا اللارج كذلك. وهذا الشيء علاش كاين؟ وعلى كل حال، على كل حال خمسه ديال الحكام، وكان داك الحكم اللي كيكون حدا المرمى تبان له.
هذه هي الزاويه اللي كاينه. زيد شويه لا يمكن هذه هي الزاويه اللي كاينه عند الحكم. حتى هو ما يقدرش يشوفها لانه حتى هو معطل نورمالمون فوقاش كان يشوفها كان مع اللاعب ديال فريق الوداد وهذاك هو المكان الحقيقي اللي كان خصو يكون فيه. شنو كيدار لك واش هنا كاين خطا ولا ما كاينش خطا؟ كاين خطا كان ضرب جزاء ولكن كما كان صعيبه على الحكم باش يحدد النسبه كبيره بانه راه كاين خطا. كنتفق انا كاين ضرب جزاء لصالح فريق الرجاء في الدقيقه 47 لصالح محسن ياجور وكيف ما قلت ان هذه الزاويه اللي قلتي انت انها صعيبه على الحكم فهنا فين كاين ذاك التموقع ديال خمسه الحكام الحكم الاحتياطي الحكم الاحتياطي العمليه تجرات وتجرات حتى في المغرب وكنت تمس بنجاح لان حتى القوانين الان راه تعدل من اجل ان تعمم لان خصها بزاف ديال الاشياء غادي تحول الدور ديال الدور ديال المباريات سواء الديربي المباراه ديال صاحب الصف الاول صاحب الصف الثاني ممكن علاش ما كدارش فيها اكثر الاكثر حساسيه علاش ما كنزيدوش فيها الحكام النصوص اللي غادي تنظم يعني من بعد التجربه اللي غادي تنظم شنو هو التدخل لانه وقع واحد لا كونفيزيون ما بين لورول ديال لي زاسيستون مع هاد الحكام الاضافيين ولكن خدامين دابا هما هادشي في الدوريات الايطالي ولا كتلقى مع المباريات خدامين هاد القضيه ديالهم خداو تجربه وخداوها على الصعيد الاوروبي وخصوصا في كاس اوروبا في تخدات كاس اعتمدت حتى في المغرب كانت تجربه وربما الان راه تعتمد شنو هي اللي النصوص المحدده في الوقت تقول ان الحكم في واحد الوقت يقول لك لا الحكم المساعد ما يعنش على خروج الكره للزاويه يعني وقع واحد بزاف ديال الاشياء الان ضبطت الاشياء من بعد التجربه ما خاصش هذا الشيء يكون عندنا غير حنا لان خدامين دابا الاخرين باش يعني نحاولوا نضبطوا هذا ولكن حتى يمكن خصك عاوتاني تفكر في شيء اخر بان الامكانيات الحكام ماشي غير حكام اضافيين يكونوا غير هكاك راه حكام يجب تشترك فيه بان يكون حكام معتمدين نعم فحنا الان في ثلاثه ديال الحكام في ثلاثيات ورباعيات تنوجدوا صعوبه فبالاحرى انك اللي غادي يجيب سته ديال الناس 48 تسلل ضد مهاجم الرجاء نشوفوا هذه الحاله التحكيميه ديال حاله التسلل هنا الحكم كيعلن على حالة التسلل وهذه اللحظة ديال خروج الكرة تفضل سي خوناتو صعيبة ولكن نسبيا كبيرة كتبان بأن الحالة سليمة ما فيهاش شروط نرجعوها مروان ونعطيوها واحد شوية ديال الوقت باش يشوفوها بجوج ويشوفها التسليم المفتوح كذلك وسي خونات غادي نرجعوا اللقطة مرة أخرى سي بالفتوح شنو بان لك؟ من خلال هذه الزاويه تتبين بانه اليد ديال اللاعب المدافع متقدمه عن اللاعب المهاجم التموقع كذلك ديال الحكم المساعد كان تموقع جيد وربما في بعد هذه الحاله كنت شفت انا في المقابله انه الحكم تيشير بانه كاين واحد شويه هاد شويه الزاويه وكان يعني حتى من ناحيه ديال الكاميرا من هذه الزاويه في الوقت اللي تنشوفها من لهنايا ولكن الا مشينا جبنا الكاميرا وجبناها مع الخط وربما ذاك شويه يمكن على كل حال تتبان من خلال الصوره هذا ما تيتضح لنا وتتبقى القرار خداه الحكم وشاف بانه كان هنالك 57 تدخل ضد مهاجم الوداد غنشوف هذه الحاله التحكيميه ديال التدخل كاين خطا ولا ما كاينش خطا تفضل سي خوناس تبين شي بانه كاين خطا نشوفوا مشى الكره اللاعب ودار عاود ثاني على ما كاينش ما تبين شي بانه كاين خطا سي بالفتح ما كانش هناك خطا اللاعب بقى تيدور في الاتجاه ديالو في الاتجاه اللي بغى غادي يدور جبر الرجل ديال اللاعب الاخر باللي شاف اللمسه ديال وقع له كونتاكت فسقط من اجل انه نشوفوا الدقيقه 58 نشوفوا التسلل الاخر هل موجود في هذه الحاله التحكيميه واش فيها تسلل ام لا تفضل سي خونات حسب الصوره اللي غادي تكون واش هنا تفضل سي خونات هذه حاله صعيبه ولكن كتكون اقرب للتسلل لعدم التسلل نعم نوقفوها يعني مروان مره اخرى ونشوفوا سي بالفتوح غادي نشوفوا الزاويه الاخرى الصوره الاخرى ونشوفوا واش كتوضح هنا هنا اللي فوالا بالضبط غير هنا اللي خصنا نشوفوا القياس اللي غادي يتقاس وهو الرجل لا الرجل ديال المدافع مع الراس المهاجم تنشوفوا الا جينا غادي نشوفوهم تيبان لنا هنايا بان التقدم ديال الجسم كامل ديال اللاعب ديال فريق الرجاء ولكن ذاك التقدم يوازيه الا جينا نديرو في الخط يوازيه المكان ديال تواجد الرجل الا كانوا هذوك الحالات واللي تيزيد انه يعطي تموقع نعم راه في الوقت تشوف التموقع بهذا الشكل هكا وتشوف الحكم تنظن انه وربما قلتي التعبير اللي قلتي اقرب الى ان الهدف تعبير صحيح في هذه الحاله 67 تدخل لاعب كوكو التدخل واش فيه خطا ولا كان فيه خطا واش كيستلزم عقوبه انضباطيه تفضل سي خونات
شوفوا هنا بالفعل كاين خطا مع العقوبه الانضباطيه للانذار سي بلتوح ربما غادي نختلف مره ثانيه فيما يخص الانذار عمليه الدفع هنالك عمليه تختلفوا غير هنا في الانذار لعساك المباريات لا هذه كتعطى لا ما تعطاش هنا كاين باش تقولوا الله يحسن العوال الحكام بالفعل لان النظره دابا تنشوفوا هنا تنشوفوها بشكل كنقولوا السلطه التقديريه لا هذه انذار هنا لا هذه لا حتى هذه راه حنا تنستعملوا سلطه تقديريه مقارنه مع القانون شنو تقول انا تنقدر هذه الحاله بهذا الشكل مثلا سي حسن او يمكن اي واحد اللي يجي سينو ما غادي اذا كنا متفقين راه صافي ما غادي يكونش هذا الاشكال 70 تدخل سعيد فتاح والتدخل كياخذ من خلاله اللاعب بطاقه صفراء هنا كنشوفوا التدخل تفضل سي خونات بالفعل كاين تعور ضد اللاعب سعيد فتاح اللي كيستجب ضربه خطا مع الانذار سي بفتوح بالفعل هناك تدخل يعني بتهور من طرف اللاعب سعيد فتاح واللي جعل انه التهور هو فشى واحد لوطا كليسي ذاك الرفع ديال الرجل ديالو هي اللي انه جعلت ان الحكام وهذا اللي علاش نقول انا باش ينتبه المشاهد هذه العمليه غادي تقارنوا مع نفس العمليه واحده اخرى غنشوفوا هنا تهزت الرجل باش انها تعرقل غنشوفوا العمليه الثانيه دقيقه 78 شوفوا التدخل ديال اللاعب سعيد فتاح تدخل من سعيد فتاح امام متولي تفضل السيخونات بالفعل كاين ضربه خطا هنا وكان الحكم مساعد كنظن هو اللي اعلن غنشوفوا كاين ضربه خطا مع الانذار لوجود سببين التهور والفرصه الواعده كان مستجب عليه في هذه الحاله اشهار الانذار الثاني وطرد اللاعب سعيد فتاح بالفتوح اللي كاين هنايا انا ربما الا كان غادي يكون الانذار يكون للفرصه الواعده اما فيما يخص لا بلاتي الا كان يكون تدخل غنشوف شنو كيبان لك انا تيبان لي التدخل فيه خطا ملي غادي نشوف تنشوف نرجعوا للحاله الله يخليك لان حاله وقع فيها شويه ديال الكلام باش غادي نشوفوا الناس عرف شنو وقع وكانت امام الحكم المساعد وقريبه وغادي نشوفوا الشيء اللي وقع باش نفسروا افضل شوفوا الاعاده حكم مساعد ممكن يساعد الحكم حتى في البطاقه في البطاقه الا انه قدر انه الخطا كيفاش غادي يكون النوعيه ديال الخطا لان الاعلان ديال الحكم المساعد هو في حد ذاته هو تتكون الحاجه نشوف ماشي من هذا الزاويه غنشوفوها من الزاويه الاخرى غادي نشوفوا شنو كاين نرجعوا للزاويه الاخرى لا ماشي هاد ماشي هنا شوف هنا لا في الزاويه كاين غير هنا شوفوا رجل بلاتي الرجل ديال سعيد فتح انا رجع الله يجازيك بخير رجع نرجعوا باش نشوفوا لكم هادشي شوف بلاتي لا فوالا رجع غنشوفوا الكره سعيد فتح ماشي الكره ان تاكل ريغولي فوق شنو هو الخطا اللي غادي يوقع وهادشي راه امام الحكم المساعد لان هذا الاعلان عن الخطا راه تم من طرف الحكم المساعد شنو هو العرقله اللي كاينه وهي ان في ذاك المرور ديال اللاعب ديال الفرد المتولي وجد رجل ديال اللاعب او الفخذ ديال اللاعب ولا الخطا هنا في هذا الخطا هذا لا يستلزم العقوبه الانضباطيه اللي كان انه يمكن ان يقدرها الحكم وهي فيما يخص هل كانت هنالك فرصه واعده انت شنو كيبان لك واش كاينه فرصه واعده ولا لا خصني نشوف الصوره كامله لا شفت انا جبتي لي الخطا غير من ذاك الزاويه ما غادي نقدرش نقدرها والفرصه الواعده ماشي غير انا ماشي غادي ندور الا كان في الوقت اللي غادي يدور اللاعب مثلا متولي نشوفوا الحاله واش قدامه 6 7 ديال اللاعب فين هي الفرصه الواعده نعم سي بلتو خاصو يعاود الماتش يمكن كاع تفضل سي لا ماشي خصني شفت الماتش مزيان بالتاكيد ولكن سيغونات واش كتتفق مع الكلام ديال سي بلتو مع الاسف ما متفقش معاك كتبان لي انا الطريقه باش مشى سعيد فتاح كان مشى بليلون ديالو لا فيتاس باش غيوصل الكره اللي تولي مشى بطاكل غليسون اللي فيه تهور وزياده على هذا اللي كيزيد ياكد بان كيسجل الانذار هو الفرصه الواعده نعم شنو يمكن تقول لنا سي خونات على الحكم رشيد بوالحواج سي رشيد بوالحواجب حكم ممتاز بصراحه ولكن النقطه السوداء بالنسبه لي انا في هذه المقابله هي الانذار ديال او الطرد ديال اللاعب سعيد فتاح ضربه جزاء ما نقدرش نلومو كانت في زاويه صعيبه عليه اي حكم في مستوى عالي كبير الا ما كانش حكم احتياطي صعيب عليه باش يكون قرار
صائب في اتخاذ اعلان ضربه الجزاء. انا وافق نفس الكلام اللي قال، وربما النقطه اللي كانت ان هنا سعيد فتح سواء الا كانت الفرصه واعده او كما قدر السي حسن كانت يعني الخطا بتهور، فكان الانذار كان مستوجب، وكان الانذار غادي يكون هو الانذار الثاني، وكان غادي يكون الطرد ديال. سمعوا الراي المدرب محمد فاخر فيما يخص الحكم. للاسف نفس الاسطوانه اللي كتكرر وكيشجعوها الحكام هما ضياع الوقت، وعلى الاخر كاينين 3 دقائق، خذوا انتم الكرونو وديروا واش 3 دقائق اللي كاينه. دوزيام افيرتيسمون ما بغاش يعطيها الفتاح، كاين ان اربيتراج خاص بالديربي ما نخص الخاطر حتى واحد. 3 ديال النقاط تكلم عليهم السي محمد فاخر، تكلم على الوقت بدل الضائع، ثاني حاجه قال لكم خذوا انتم يعني المساله ديال الوقت، وثالث حاجه هي الانذار واللي اختلفتوا فيه انتم هنا في هذا الاستوديو. شنو يمكن تكون التصريح ديال السي محمد؟ بالنسبه للوقت الميقاتي الوحيد هو الحكم، ما نقدرش ندخلوا في هذا الاطار. بالنسبه لينا الى غنقولوا الوقت الزائد بالنسبه لل ممكن يكون صريح الوداد وممكن يكون صريح في الرجاء. ديك الاضافه الا كان في العوض ما يحسب مثلا 3 دقائق كان يحسب 5 ولا 6، هذيك لا في صريح الرجاء ولا في الوداد. ولكن بالنسبه لنا احنا باش نقول كان خصو يحسب 3 5 اكثر من 3 دقائق نسبيا. نعم. كل عيب ديال الانذار ديال الاصابه ديال المياغري كانت كتستوجب. نعم. واحد 2 دقائق، ولكن ما نقدرش ندخل في هذا الاطار. نعم. النقطه اخرى اللي تارها واللي هي كاين تحكيم خاص بالديربي. شكرا سا فاسون دو فوار. دونك سي فاخير بانت له، يمكن انا وياه متفقين على الانذار بانه كان استوجب انذار ثاني، ولكن الوقت ما نظنش بانه الميقات الوحيد هو الحكم. تيبقى التعليق الراي ديالو كما تيقول. الحاجه اللي ما خصها كانش خصها فيما يخص التوقيت، فهذا شيء لا يحق لاي انسان كيف ما بغى يكون، سواء مسؤول على التحكيم سواء على اي مستوى، انه يقدر التوقيت ديال التوقيف ديال المقابله. وربما هنا كانت اراء تتبقى عندك راي، ولكن تيبقى الميقات الوحيد وهو الحكم. يمكن له قدر 3، يمكن له قدر 7، يمكن له قدر الحاجه اللي ما يمكنلكش ان تهضر معاه. المساله ديال التحكيم الديربي رايه تيبقى تيشوف بدون تعليق. واه ما نعلقش عليها. غادي نمشيو الى عصبه الشرق.